السالفة هو فقط أنه لو في بنت، لو هي أمك، لو هي أختك، يوم من الأيام يوم كانت صغيرة قالت والله وأنا كبيرة أبغى أصير شرطية، تقدر تصير شرطية؟ أنا هذا كان حلم عندي صراحة لما كنت صغيرة، كان أول مهنة قلت أبغى أصيرها أني أبغى أكون شرطية. هذه المهمة هي ليست مهمة سهلة، لأنك تتكلم عن إدارة الحشود والتي شهد المملكة العربية السعودية بأداء مميز. فأنا باعتقادي أنهن خضن تجربة تدريبية عالية، وكنا يعني في الحقيقة للمستوى الذي هو مطلوب، خاصة أنه يعني الحرمين الشريفين هي واجهة المملكة العربية السعودية. لذلك يعني عندما يتم اختيار مثل هؤلاء الفتيات لابد أن يكون في المستوى المطلوب. أثبتت يعني الفتاة السعودية في الحقيقة مدى قدراتها واستيعابها ورغبتها وجديتها للمشاركة مع أخيها الشاب السعودي للعمل ضمن هذا النطاق الهام والحساس. وجميعنا يعلم أنه يعني الحرم ولله الحمد بصورة مستمرة مراقب من قبل 1.5 مليار، إذا لم يكن هنالك بعض القنوات العالمية التي تنقل المناسبات الدينية سواء العمرة أو الحج. فهن في الحقيقة أثبتوا لدى المسؤولين قدرتهن، وأدعو لهن بالتوفيق.